السلام عليكم. كان نائما في العراء على رمل ساحل المكلا بانتظار الصباح ليكمل عمله ويعود إلى قريته، إنما كان بحوزته ثروة مغرية يقدرها ب150 مليون ريال. هذه الثروة دفعت قوة أمنية لمهاجمته وقتل أحد العاملين معه واختطافه مع بقية رفاقه وتعذيبهم وتلفيق التهم لهم. وحين اكتملت المهمة أفرجوا عنه شريطة الصمت كما التزم أحد الوسطاء، وعلى ألا يطالب بأي شيء، لا قصاص للقتيل ولا تعويض للخسائر ولا علاج للجروح ولا حتى اعتذار. يخرج من السجن صامتا يخفي جروح التعذيب في ظهره ويدفن شعوره بالكرامة على أعتاب بوابة السجن ويمضي هائما على وجهه. كان هذا هو شرطهم للإفراج عنه حيا. قصة المواطن عبد أحمد قاسم هبة في هذا الفيلم، نشاهد ثم نعود. أنا قصتي مقوت حمل قات، كنت محمل قات في لاس قدرة فوق دينا، احنا معي ناس من الحضارمة، يعني معاد لنا قيمة، احنا هناك مع عبد الحضارمة يعبروا، فقمنا عبرنا القات عبر النقاط، ها ومشى القات في النقاط مفتش جاهز ماشي في أي حاجة قات، فالقات هذا نحور ديه إلى محافظة قدرة، يعني بدخل كل 10 أيام نقلة نورده إلى عضرة إلى عز قدرة، وأنا أحمل إلى عز قدرة وأحمل إلى المخلع نورد جاه. إحنا منين يعني بنقوت واصل يعني إحنا من التسعينات وإحنا بنقوت إلى هنا، يعني مصدر رزق واحد طالب الله هنا، ما إحناش يعني دحين إحنا كلنا يمني، يعني ليش ما نقوت إحنا ما هذا في قاس قدرة، إحنا الآن بنحمله بنجيب الكراتين ونثلجه ويتحمل في البح والثلج ويجلس بتاع 10 أيام 15 يوم، والقات هذا مسموح في سقطرة دفع ضريبة الدولة، قات يعني قات محافظة كامل انت بأكثر من 150 مليون. وصلنا إلى على الساحل نحمل في البح، وإذا السنبوك خرب في مزنة، وصلنا الساعة 8 صباح والسنبوك عطل فيه سلف حقه، فجلس يصلحوه إلى الليل. القارب هذا الذي يحمل القاه، فتحرك من الشح يعني وصل عندنا الساعة 9، ما كان مش عمان نحمل ولا بالشي، فاحنا قلنا يومين سهرانين فنمنا، ومنا اتفاجئنا بضرب رصاص وعساكر من كل الاتجاهات، ايش بيا خبرة ايش هذا، واحنا نايمين كنا مقتولين، كنا نحسب نفسنا مقتولين، واذا حركوا علينا الطقوم حق الامارات هنا ولا قوات النخبة اكثر من 50 طقم فوقنا من هذا الكشكات سعافة ذولي، فقاموا شلونا إلى المسمى الساعة 6 وإحنا واقفين في المعسكر حق المسمى الضبة، وبعد الضبة جابوا كيبلات كيبل هذا من حق ذا وضرب، وكان يجيبوا لنا ملح فوق ظهرنا ملح من هذا يحرقك يعني الهبة، وضربونا إلى ما دوخنا. احنا كنا بعد ما يخرجون نبعد نفك الغطاء من على عيوننا، عندما نسمع اي حركه خارج ولا اي شيء نربط على وجهنا سريع ونرجع على عضر الجدر، يعني حاجات ارهابيه يعني يرهبوك يخوفوك. نقلونا من الضباح الى المطار فوق الطاقم، وزقلوا بنا زقل، وصلنا من المطار فالمطار رجموا بنا رجم وحققوا معانا، وحنا مكتفين على وجه على ورانا وعلى عيننا، يقولوا لك ايش محمل؟ كنا احنا محملين قه، قالوا ماشي وضربونا ضرب. قلنا له يا اخي قات اذا اي حاجه يعدمونا اعدام. حققوا معنا 3 ايام، بعد 3 ايام دخلونا في غرفه. مننا 4 انفار ومربطين على وجهنا مربطين عند ماذا؟ وكان يجيب لنا في اليوم وجبه واحده. اللهم ان كان معنا غرفه كان يجي على ابو قيم جامع يجيب لنا ناكل سرق، يعني عذبونا عذاب وبهذلوا بنا. يعني كان احنا ما تقول هالغرفه هذا يطرحونا فيها، وعندما يحقوا يبزوا واحد يبزوه في غرفه نازله ننزل درج، ما احنا دارين فين مربطين على وجهنا، ما احناش دارين ايش بها. يحقق معنا انتم محملين سلاح، انتم تفعلوا كذا، قلنا يا اخي اذا به سلاح او حشيش هذا دينا عبرت على جميع النقاط، عبرت على الادواس، عبرت على الطلق غريب مفتشه، عبرت الغيل مفتش، عبرت على النقاط الرسمي كامل ولا والقات، واذا في قات كامل في عندهم ايوه وخزنوا بها قات ماشي حصلوا عليها،
خزنوا المعسكر كامل جلسوا 20 يوم يخزنوا منها، لاني قاعد معتل مدلج قاعد محافظه كامله. كان يجونا بعض الاحيان نص الليل واحنا نايمين، جاي فصحونا، وساعه يجونا فجر، يعني مش من وقت محدد، كل ساعه يجي يفاجئك في اي وقت. تعاملوا ضرب معنا ضرب، احنا يضربونا ضرب، حتى شافونا في الاخير شافونا الجسم حقي انا كان كله جه ممجل كلي، يعني ملا كله كان ما بلا جه، ورجعوا يرجمونا بدنا انباطات حيويه. بس انا يعني عندما وصلوني قوات النخبه الى المطار جاء حقوا معاني ناس لهجتهم اماراتيين، والتحقيق يعني عند الضرب حقنا ولد باشراف اماراتيين، وفي سجن المطار في الريام في المطار، والان هم ماسكين لهم وعندهم سجون مخفيه بيعذب الناس كامل، مشوا لنا عده ناس يستخطفوهم يعذبوهم، وناس ضايعين لحد الان عندهم في السجون، ما فيش من يقول لهم، ما حد كلم منهم. طيب سمعتهم مثلا، سمعت الاماراتيين من خلال لهجتهم ايوه اعرف لهجتهم، الحضاره ما تعرف لهجتهم والاماراتيين تعرف لهجتهم. الذي كان يجي يحقق معنا اماراتيين. يدونا وجبه واحد، يدونا رز صامت ولا اي حاجه، ولا قطعه سمك ولا اي حاجه، ويزقلوا بها زقلز قلبه عندك، وعندما يدخل يزبط الباب بوف، يعني يرهبك، يعني الموت اعز واحد يعني، ولا الاهانه هذا هو البدل. عند واحد عندما يموت انه اعز له من بعد الاول اهانه. وعندما خرجت انا الذي راجعوني قالوا احنا نشتي منكم هذا الرجال ان عاد ظهره ما قد بخير، الاماراتيين بيقولوا ان عاد الرجال هذا ظهره ما قد بخير، وقال خرجوه وفي وجهي ما يكلم المحافظ. فانا الان لا زال ظهري الان عاد بيألمني لحد الان، وخسرت ملايين، واحنا نشتري الان تعويضات. ايش بتطلب ومن من؟ نطلب من منظمة حقوق الانسان ان تخرج تشوف هؤلاء الاماراتيين الذي في حضرموت، تخرج تشوف اعمالهم وتشوف ايش بيسووا اليمنيين اذا عبدوا بهم عبث، السجون عندهم مخفيه ولا في تلابي، يعني عذب الناس. واحنا الان ندور بعد منظمه حقوق الانسان تشوف هؤلاء الناس الذين مظلومين، وهذا واقع مشو يعني ما اسمه، واستعد اواجههم حتى في حضرموت. انا بعد ما خرجت انا تحملت حق الناس هذا، جات ب 150 مليون قات محافظه كامل، وظهري مضربهم فلا على حد الان. الان انا الان لي 8 اشهر او 9 اشهر، والان عاد ظهري لحد الان ما زال ما قد بخير، والضرب لحد الان على يعني كل شيء باين على ما يرى. ولا عوضوك ولا اعتذروا؟ ولا حد عوض ولا اعتذر، ولا هم دارين ايش الخبر، يعني مغطين لها مغطين هذا، يعني ما كان في شيء اي حاجه. وعند التحقيق كان يجي يخلصوا سراويل لهنا يضربونا في وسط، احنا مخلص ناس مسكوهم، ناس يعني مقاوته مسكوهم ما خرجوا ما قد فيهم حاله نفسيه، شلوا عليهم زلط، دخلوهم عند الاماراتيين هؤلاء يعذبوهم. يعني خرج بعض الناس يخرج عنده حاله نفسيه، وبعض الناس يخرجهم يعني مجنون، بعض الناس مو ناس ماتوا داخل السجون، ما حد يتابع بعدهم، ناس مضيعين في السجون. أسوأ لحظة الذي حصلناها عند العذاب والتحقيق الجلد والبهذل والأهانة، أسوأ لحظة، يعني ضربونا ضرب شديد عنف، يعني من الصباح حتى يعني 6 ساعات ضرب متواصل، حتى كان يجيبونا ملح في ظهورنا، يضربك بكيبل ويسكب لك ملح، كنا نقول لهم جيبوا لنا شرب، يقول لك اسكت زلق لك بل ما زلق في وجهك كاك، هذا يقول لك اشرب. قلنا له يا اخي قلت لنا عز، قال والله ما نتركم بالله عذاب عندنا، وعاد بنعذبكم حتى تمنوا يوم الذي خلقتوا فيه. كنت اتفكر يعني ما تقول انا يا اخي انسان محمل اسره، اتفكر اولادي وحال حقي ضايع عندهم، وفلوسي ضايعه في حضرموت، كل حاجه. الخروج كان يقولوا ما بنخرجكم، يمكن نزفركم، كانوا يقولون يهدونا، نقول بنزفركم الامارات ولا اي بقعه معنا سجن في البحر، يمكن نضيعكم هناك والله يفتح عليكم. ويعني كنا ميسين من الخارجين. هذا لا اماراتيين ما جاي يساعدهم، هؤلاء جاي يستحلوا استحلال، هم الان ما جاي يعني ينقذون اليمن، هم جاي يستحلوا اليمن. كنت افكر
كنت افكر هذول هؤلاء بعد ما شفتهم هذول العذاب ولا قلت هؤلاء مستعلين هؤلاء ما جوا يعني حر اليمن. ناشد عبد رب منصور هادي اني اشوف المظلومين هذول في حضرموت واني الذي حقهم يعوضهم اموالهم وعلي حسن الاحمر يشوف الوضع في حضرموت كيف هو سيء الان السجون مليانه وفي المخلاة سجون مخفيه ماشي يعني سجون يعني ما بيقول ما سجون مخفيه عندهم. لم يكن المواطن عبده هبة وحيدا في السجن ولم يكن الأول كما أنه لم يكن الأخير، فقد قال لنا أن مواطنين آخرين سبقوه إلى السجن وخرجوا منه مجانين، ودخله آخرون أحياء وخرجوا منه جثامين هامدة بعد أن فاضت أرواحهم إلى بريها تشكو إليه جرأة الإنسان على ظلم أخيه وتعذيبه. السجون السرية في محافظة حضرموت واحدة من الجرائم التي سلطت الضوء عليها تقارير منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ووكالات أنباء عالمية ومنظمة سام للحقوق والحريات، وهي المنظمة التي لا يزال أحد راصديها الناشط علي باقطيان مختطفا في سجون الإمارات بحضرموت منذ أشهر بعد أن اختطفته النخبة الحضرمية وهو ينظم وقفة سلمية احتجاجية لأهالي معتقلين آخرين في سجن مطار الريان. مشاهدينا الكرام، السجون السرية وجرائم الإمارات في حضرموت موضوع حديثنا مع المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات والذي سيكون معنا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا، كما أرحب بضيفي من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات. مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك أخي الكريم وجميع مشاهدي قناة بلقيس. جريمة جديدة وثقناها في قناة بلقيس تعرض لها مواطنون أبرياء في حضرموت، بحسب ما لديكم من معلومات هل هناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في حضرموت الآن بعد مرور أسابيع على انكشاف قضايا السجون السرية والانتهاكات فيها؟ في بداية حديثي أود أن أؤكد أن الناشط علي باقطيان، والذي نستغل منبركم وندعو لسلطات النخبة الحضرمية لإطلاق الإفراج عنه، ولم يكن راصد لمنظمة سام وإنما كان ناشطا مدنيا. نحن في منظمة سام وقفنا إلى جواره ضد التعسفات التي تعرض لها، وآخرها كان اعتقاله من بيته وتغييبه إلى في سجن مطار الريان. وإلى حد الآن 8 أشهر علي باقطيان لم تستطع أسرته زيارته ولم تتلقى إلا اتصالا واحدا فقط قبيل شهر رمضان المبارك، وإلى الآن لا يعرفون هل ما زال في مطار الريان أم تم نقله إلى مكان آخر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت عن السجون السرية والحديث عن افتتاح مطار الريان. إذن هذا توضيح منكم سيد توفيق على أن السيد باقطيان لم يكن راصد معكم وإنما هو ناشط مدني مستقل وتعرض لما تعرض له. عودة إلى الحديث في موضوع هذه الحلقة، هل هناك أي تحسن منذ أشهر ترصدونه في المنظمة على حالة حقوق الإنسان في محافظة حضرموت؟ نحن من بعد نشر تقريرنا عن السجون السرية بالإضافة إلى ما أصدرته هيومان رايت والأسس بريت بعدنا بشهر تقريبا، كانت هنالك مجموعة من الأحاديث ربما تناولتها وسائل الإعلام، وعود من المحافظين بفتح مطار السجون، بالسماح للأهالي بزيارة أهالي أسبوعيا، لكن الذي أنا ألاحظ من خلال متابعتي أن كل ذلك لم يتم. ما زال الأهالي يطالبون بالإفراج عن أهاليهم، ما زالوا يطالبون بزيارات أسبوعية لمعرفة مصير أهاليهم.
عن المختطفين، ما زالت هنالك مطالبات بتحريك أو بتفعيل مؤسسات الدولة القضائية وإحالة من يستحق الإحالة إلى داخل هذه المؤسسات، بدلاً أن يبقى السنة والسنتين دون أي محاكمات. نعم. ما زال الأمر ضبابياً وغامضاً. قبل أيام تحدثت تقارير عن أحد المختطفين في سجون أحدى السجون، مات والديه وهو معتقل منذ سنة ولم يستطع حتى زيارته أو النظر إليه النظرة الأخيرة. صحيح. ما زال الوضع كما هو، نعتقد الوضع كما هو، لم يتغير شيء. نحن ربما ما تغير سيد توفيق، نتحدث عن أي تغيير يحدث على الغرب من خلال، نعم، ربما التغيير الوحيد الذي حدث هو أنه نحن أصبحت لدى الناس الجرأة على الحديث وعلى البوح وعلى الظهور بشكاويهم وما تعرضوا له أمام وسائل الإعلام، وهو ما نحن بصدده في هذه الحلقة إحدى هذه الحالات. وبالتالي هل خلال هذه الفترة تكونت لديكم إحصائية بعدد المختطفين حاليا في سجون الإمارات في محافظة حضرموت تحديدا وبقية المحافظات التي تسيطر عليها؟ نحن حقيقة لا توجد لدينا إحصائية دقيقة. نحن لدينا أسماء، لدينا مجموعة من الكشوفات في السجون تتجاوز تقريبا 7%، اللي هم الرئيس تحدثت عما يقارب 2000 ناشطين من داخل مدينة أو من داخل حضرموت وداخل عدن، يتحدثون أيضا عن أرقام كبيرة، لأن هنالك إشكاليات تواجه الراصدين على الأرض. الإشكاليات لأن السجون ربما لا تكون هي كل هذه السجون الظاهرة، لا أحد يعلم، ربما تكون هنالك سجون أخرى. الهيومن رايس تحدثت مع الأسس بريت عن سجون عائمة، بمعنى بعضهم تحدث عن سجون خارج اليمن. نعم. أيضا هناك سجون عائمة في البحر، يقصدون سفن، يعني البعض من الأهالي، بالضبط، البعض يتحدث أن هنالك يعني الأهالي لديهم خوف شديد من الحديث عن أهالي، وبالتالي لا توجد إحصائية، برغم أن هنالك إفراجات تمت خلال الأشهر القديمة، لكن النسبة كانت صغيرة، ونحن نتمنى وباشتراطات الصمت كما لاحظنا للتخفيف عن معاناة هؤلاء. نعم هنالك اشتراطات واضحة، وربما توقيع على تعهدات مكتوبة بعدم الحديث لأي وسائل إعلام أو لأي ناشطين صحفيين، وكثير منهم رفض الحديث خوفا من أن تناله أي عقوبة، بل بعضهم للأسف الشديد ليسوا أشخاص عاديين وإنما أشخاص كبار، يعني لديهم ثقلهم اعتباريين، شخصيات اعتبارية إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يستطيعوا البوح بأي شيء نتيجة التعهدات التي أمضوها قبل خروجهم. نعم، تحدثت عن تلميحات على سجون عائمة ربما تكون خارج اليمن، يعني خارج المياه الإقليمية اليمنية. هل تأكدت الشكوك الحقوقيين حول نقل سجناء يمنيين ومختطفين إلى خارج الأراضي اليمنية، إلى جيبوتي، إلى مناطق يعني كثر الحديث عنها؟ حقيقة نحن كمنظمة نعتمد أعلى درجات المعيارية في التثبت، وصلت لنا أخبار لكننا لم نستطيع أن نصل إلى أناس اعتقلوا في هذه الأماكن أو شهود عيان أو مسؤولين أكدوا هذا الأمر، وبذلك هو يظل في إطار الاحتمال، وربما تترجح صدقية هذا الخبر وربما من عدمه. حتى اليوم التقارير الدولية الأخرى تحدثت عن هذا الأمر لكنها لم تجزم فيه، وبالتالي هي تظل مجرد شكوك. لدينا مجموعة من القرائن، مجموعة من الأقاويل، لا نستطيع التحدث بها حتى نتأكد أو نتيقن أو نثبتها وفق خطوات معيارية معينة، ثم بعد ذلك نحن نتحدث عن وجودها من عدم وجودها. لكن نحن كمنظمة لا نستطيع أن نقول جازمين بوجود مثل هذا الأمر. نعم، على ذكر المعيارية والتثبت، كيف يمكن لضحية اليوم، موضوع حلقتنا هذه، وهو شخص مواطن عادي يعمل في بيع القات، تعرض مع مجموعة من رفاقه لمجموعة انتهاكات، قتل أحد رفاقهم وتعرضوا للتعذيب ونهب بضاعتهم بعشرات الملايين، كيف يمكن
لهذا أن يوثق حقه الآن وفق أعلى درجات المعيارية كما تفضلت؟ اليوم مسائل التثبت كثيرة، هنالك على الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وفي مناطق آمنة أن يلجأوا إلى أقرب الأطباء لتثبيت حالتهم الجسمانية وما عليها وما أسبابها إلى غير ذلك. في المناطق التي يعمل فيها القضاء على هؤلاء الذهاب إلى الجهات القضائية أمام القضاء ويثبتوا ما حدث لهم بأوراق ثبوتية. كيف يمكن أن يلجأ إلى قضاء إلى القضاء وإلى قضاء في مناطق صدرة الشرعية؟ دعنا نكون واضحين، وهو يشتكي بسجون يشرف عليها الإماراتيون، كيف يمكن أن يتقبل دعوى مثل هذا الشخص؟ لا، أنا لا أتحدث عن دعوى ضد الحكومة الشرعية، أنا أتحدث عن دعوى إثبات شهادة فقط. الإثبات هل تعتقد أنه سيتم وبمنتهى السهولة يعني إثبات دعوى؟ أقصد يعني حتى باب التوثيق. مجرد محاولة إذا فشلت سيكون هنالك إثبات ودليل واضح عن عجز المؤسسات القضائية والمؤسسات إنفاذ القانون في اليمن عن القيام بدورها في إنجاز الضحايا. ما هي خياراته؟ ينتقلون إلى الخطوة اللاحقة التي هي القضاء الدولي. خياراته هي تأثير خياراته أمام القضاء سيتوفيق. أنا أتحدث عن خياراته في التوثيق وليس في المقاضاة الآن، نحن لازلنا في إطار توثيق الحق وإثبات الحالة. علي أن يثبت حالته فنيا أمام الطبيب قدر الإمكان، شهادة الشهود اليوم عبر وسائل الإعلام كما تقومون هذا الأمر، ثم بعد ذلك كل هذه القرائن أو هذه الأدلة تطرح أمام القضاء، اللجوء إلى اللجنة الوطنية الفنية المشكلة لفحصها، اللجنة الوطنية، نعم، كل المؤسسات، المنظمات المحلية، المنظمات الدولية إذا استطاع أن يوصل حالته إلى مثل هذا الأمر، مقابلة الموفدون الأمميون الدوليون إلى غير كل هذه الحالات أو وسائل مباحة ومفتوحة أمام الناس ليوثقوا حالتهم الإنسانية. بالضبط. حتى نحن نهدف من إثارة على درجات من إثارة هذه القصة، قصة التوثيق، أنه نظل نكرر كيف بإمكان الضحايا أن يوثقوا لانتهاكاتهم، وهذا أحد الأهداف العريضة والبارزة لبرنامجنا هذا، هو إشاعة الثقافة القانونية وتوثيق الحقوق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم. نعم، لأنه بالنهاية حقوق الناس لا يمكن أن تسقط بغض النظر عن أي ظرف من الظروف، مهما كانت اليوم الظروف استثنائية. نعم. سيذهبون الناس بعد ذلك إلى حل سياسي، إلى عدالة انتقالية. هؤلاء الناس منهم من يقبل، منهم من يصر على أن يسلك مسلك القضاء العادي والطبيعي لإنصاف حقه في هذا الأمر. التوثيق هو يضمن أو يحفظ حقوق الضحايا، سواء حقوقهم الجنائية أو حقوقهم المادية المستقبلية، بحيث لا تضيع هذه الحقوق، والتي ربما الأدلة تبدأ تبهت مع الزمن، خاصة إذا لم يكن عليها شهود حقيقيين واضحين أو اعتراف من الجاني نفسه. تقول بعض الشهادات لمختطفين سابقين وبعض الوسطاء أن ضباطا إماراتيين أشرفوا ويشرفون على الجرائم التي ترتكب في السجون الخاضعة للمناطق التي تحت سيطرتهم، كيف يمكن ملاحقة هؤلاء الضباط قضائيا؟ طبعا القضاء اليوم ما يحدث داخل اليمن، واليوم للأسف الشديد خاصة السجون السرية بدأت تنتشر بصورة كبيرة، وبدأت الجماعات التي تمارس التعذيب سواء في الشمال أو في الجنوب تتخذ أسماء وهمية، يعني وكنا سعيا منها للإفلات من العقوبة، وكنا، وبذلك تجد اليوم المشرفين على السجون رب في الشمال أو المشرفين على السجون في الجنوب هم يأخذون كنى معينة، أبو سيف، أبو أحمد، أبو علي، أبو إلى غير ذلك، بما في ذلك الإماراتيون. نحن الآن تقريبا على وشك
للجميع يعني، الجميع هذا الأمر. ونحن في تقرير الأرض المنسية الصادر عام عن 2016 لمنظمة سام، أشرنا في عنوان اسمه الإفلات من العقاب، وأشرنا إلى أن في الشمال أو في الجنوب ضباط أيضا يتبعون التحالف ويتبعون الإمارات بالتحديد يكنون بكنا سعيا منهم للإفلات من العقوبة. نحن الآن لدينا تقرير جديد عن السجون السرية في الشمال، وربما له على وشك الصدور ربما أيام قلال إلى أسبوع بالكثير، ويتحدث عن أكثر من 100 سجن، وأغلب السجون يشرف عليها أيضا كنا أو أسماء وهمية، بمعنى الجميع يسعى اليوم للإفلات من العقاب مما أذاقوا الناس، وبالتالي هؤلاء لا يمكن يفلتوا من العقاب. هنالك القضاء الدولي جاهز، اللجنة التحقيق الدولية الوطنية اليمنية يجب أن تحقق في هذا الأمر، ويجب أن تدرك أنها لا تعمل تحت أي سلطة غير سلطة القانون، هي لا تتبع أي، لا تتبع الحكومة الشرعية حقيقة، ولا تتبع التحالف، ولا تتبع أي، هي جهة محايدة ومستقلة، وبالتالي يجب أن تفتح الأبواب على مصراعيها وتدخل إلى المناطق المحرمة وتحقق فيها بجدية بحيث تضمن حقوق هؤلاء الناس، والناس سيلجؤون بعد ذلك. لأن تقاريرها أنا أعتقد حتى في أي خطوة قادمة اللجنة الوطنية ستكون تقاريرها معتبرة، إما بصفتها الاعتبارية الشخصية أو بصفة التقارير التي أصدرتها للاستدلال بها فيما بعد. نعم، ماذا عن التكوينات المحلية التي يعني تم تسليم الأمور إليها؟ من يتحمل مسؤولية الجرائم التي تقع تحت نطاقها أو في نطاقها، وهي جهات في النهاية غير تقليدية، لا هي جيش وطني ولا خاضعة للحكومة ولا هي حتى ميليشيا لها قادة معروفين كما هو الحال مع الحوثيين؟ يعني هذه المسميات التي ظهرت مؤخرا في المحافظات الجنوبية باستزراع وصناعة وتشكيل إماراتي، لكنها في النهاية هي مجاميع محلية. لدينا واضح الآن، نحن نتحدث عن أمرين، لدينا ميليشيات موجودة في الشمال تقاتل تحت سلطة الحوثي، لديها تكوين هرمي واضح وأوامر تصدر من الأعلى إلى الأسفل بعد أن تخفت طويلة، لدينا تحت سلطة الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية مسؤولة، نعم الحكومة الشرعية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وفقا للدستور والقانون. هي تقول لك الحكومة الشرعية تقول لك لا سلطة لي لا على حزام أمني ولا على نخبة حضرمية ولا على نخبة شبوانية ولا على ما سيتم انتخابه من نخب في بقية المناطق. هؤلاء كيف يمكن يعني؟ أنا الذي أريد أن أقول هي أن الحكومة الشرعية هي مسؤولة بالدرجة الأولى بفرض سيطرتها على القانون، ما يتم خارج الحكومة الشرعية ولديه تسلسل هرمي واضح، قيادة عليا وتكوينات عسكرية، هي بالنهاية ميليشيا وفقا للتعريف الموجود في القانون الدولي، سمت نفسها ما سمت، ما دامت أنه لم يصدر بها قرار قانوني يمنحها الشرعية العسكرية الحكومية لاستخدام القوة للالتزام بأوامر رئيس الجمهورية بتبعيتها لوزير الدفاع إلى غير ذلك، بالنهاية تصنف تحت هذا الأمر تشكيلات عسكرية ميليشياتية، لأن بالنهاية تبع بن بوريك، تبع بن من لديها قيادة عليا، لديها أيا كان هذا الشخص، وهذا الأمر ينطبق على أي مكون موجود سواء كان في الجنوب أو كان في الشمال أو كان في مأرب أو كان في الحديدة، في أي كان، ما دام أنه لم يصدر به قرار جمهوري ولا تعمل تحت سلطة الحكومة الشرعية بصورة واضحة وكبيرة. ولذلك كل التشكيلات الخارج إطار الشرعية عبارة عن تشكيلات عسكرية، وهي أيضا ميليشيات لديها أوامر من عليا، حتى ولو كانت ضمن إطار بين قوسين المقاومة وتقاتل مع الحكومة الشرعية، نعم. ما دامت لم تندرج في السلك العسكري الذي يتبع الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع وفق القانون. ما هو المغزى القانوني من يعني الاستياء من مثل هذه التشكيلات؟ هل يعني أنه هناك خلل في تكوينها؟ هل هي يعني فاقدة للشرعية قانونيا؟ كيف يمكن يعني معرفة هذا الخلل الذي تعترضون عليه مع كل الحقوقيين؟
لا الحكومة، الحكومة كحكومة معروف إن هي السلطة الوحيدة التي يمنحها القانون استخدام القوة لفرض احتكار القوة، نعم استخدام القوة لفرض إرادتها وسلطانها إلى غير ذلك. إذا سمحنا لأي فصيل آخر غير إطار الحكومة معنى ذلك أننا نحول البلاد إلى غابة، لذلك كل التشكيلات الأخرى تخرج عن هذا الإطار، هي تعتبر مجرمة أو خارج إطار القانون لأن ليس لديها شرعية استخدام القوة. نعم. وبالتالي تصبح التشكيلات العسكرية الموجودة تحت سلطة الحكومة، الحكومة أي حكومة شرعية سلطة مقننة، لديها رئيس جمهورية، لديها وزير دفاع، لديها تسلسل واضح في معرفة إصدار القرارات، في تتابع هذه القرارات، هنالك مسؤولية مدنية، هنالك مسؤولية جنائية، هنالك مسؤولية دستورية إلى غير ذلك. نعم. ما خرج عن هذه التشكيلات تصبح خارج إطار القانون، وبالتالي تصبح هذه الجماعة تشكل خطر يهدد على حقوق الإنسان، ومن هنا يأتي أي اعتراض على أي جماعة تعمل خارج القانون. صحيح. وبالتالي تظهر مثل هذه خارج إطار الدولة استخدمت. نعم. وبالتالي تظهر مثل هذه المآسي التي نحن بصددها، مثل قصتنا اليوم وهذا المواطن أو مجموعة المواطنين الذين تعرضوا لانتهاك في حق الحياة وانتهاك يعني حريتهم وكرامتهم وعدد من الانتهاكات. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. عبدو محمد هبة ورفاقه، تم الرصد، في أمان الله.